وننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبو ظبي المالي منخفضا بنسبة 0.95% عند مستوى 10,118 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.116 مليار مليون. ومن أصل 68 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 41 شركة وبقيت 10 شركات على الثبات. وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم أبو ظبي الوطنية للتكافل بنسبة 15% ليغلق عند 6.44 دراهم، بينما ارتفع سهم سودتيل الاتصالات المحدودة بنسبة 14.85 ليغلق عند 0.50 درهم. كما أغلق سهم فودكو الوطنية للمواد الغذائية مرتفعا بنسبة 14.29 ليغلق عند 2.40 درهم، بينما انخفض سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 9.81 ليغلق عند 0.43 درهم. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام منخفضا أيضا بنسبة بلغت 0.23% عند مستوى 3,317 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 376 مليون درهما. ومن أصل 36 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات، بينما انخفضت أسهم 20 شركة وبقيت 6 شركات على ثبات. وارتفع سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.65% ليغلق عند 0.18 درهم. كما ارتفع سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.38 يغلق عند 0.28 درهم. وأيضا ارتفع سهم شركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 3.62 يغلق عند 1.43 درهم، بينما أغلق سهم شركة مجموعة تيكوم منخفضا بنسبة 4.34 عند 2.20 درهم. وعلى صعيد الطروحات، شهد اليوم الاثنين إدراج وبدء تداول أسهم شركة أمريكانا للمطاعم في السوق الرئيسية كإدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبو ظبي للأوراق المالية والسوق السعودي تداول. ويعد إدراج أمريكانا للمطاعم العالمية هو الإدراج التاسع في سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال العام الجاري. وتم تحديد السعر النهائي للأسهم التي طرحت للاكتتاب ب2.62 للسهم الواحد في دولة الإمارات، و2.68 للسهم في السعودية. انتقل مع حضرتك أستاذ حسام لتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية والتي شهدت تراجعات جماعية اليوم. أبدأ مع حضرتك من سوق أبو ظبي المالي والذي أغلق على انخفاض قرب 1%. ما تحليلك لجلسة اليوم؟ يعني كان مؤشر أبو ظبي في جلسة اليوم أغلق على هبوط قدره 95% تحديدا، مسجلا مستوى أغلاق عند 10,118 وحافظ بهذا الأداء على مستوى دعم هام جدا وهو 10,100. وأعتقد ده كان مدفوع بعمليات جني أرباح وتصحيح لأغلب الأسهم القيادية بمؤشر أبو ظبي المالي. وأعتقد إن في يعني هناك ترقب أيضا من قبل المؤسسات والمستثمرين واتجاههم إلى يعني جني أرباح مؤقتة، عمليات جني أرباح مؤقتة، طبعا داخلين على تقفيل مراكز مالية وربع سنوي، الربع السنوي الأخير بالنسبة للعام. وأعتقد إن احنا نشوف في عودة مرة أخرى بآخر تعاملات الشهر الجاري، نشوف في عودة للصعود والمنطقة الخضراء التي سوف يغلق بها مؤشر أبو ظبي خلال الجلسات بالنصف الثاني من الشهر الجاري. نعم، شاهدنا أيضا سوق دبي أغلق على انخفاض، ما تقييم حضرتك لجلسة اليوم؟ يعني سوق دبي أيضا أغلق على انخفاض محدود قدره 7 نقاط، ما يقرب من 23% كنسبة هبوط، ولكن أيضا نجح في الحفاظ على مستوى دعم هام جدا وهو 3,300، وأغلق
وسجل مستوى اغلاق عند 3317، وايضا كان مدفوع بعمليات جني ارباح طفيفه جدا ومؤقته، دي اللي دفعته انه يغلق بالمنطقه الحمراء بنهايه التداولات. ولكن نعم. يعني اعتقد ان هنشوف في عوده مره اخرى للصعود واستعاده مستوى مقاومه هام جدا بالنسبه للمؤشر سوق دبي المالي، وهو مستوى ال 3380 تحديدا. اعتقد ان احنا هنشوف في عوده بعد انتهاء مرحله التصحيح او عمليات جني الارباح المؤقته من قبل المستثمرين ومن قبل المؤسسات الماليه. ان شاء الله نشوف في فتح من عوده لفتح المراكز الماليه وعوده للاداء الايجابي بالنسبه لسوق دبي المالي في مطلع العام الجديد ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ حسام، يعني بدا اليوم الاثنين تداول اسهم امريكانا للمطاعم العالميه في بورصتي ابو ظبي والسعوديه. ما تقييمك لاداء السهم في اليوم الاول؟ يعني في ظل اهتمام إدارة سوق مال أبو ظبي وأيضا القائمين على إدارة سوق المال السعودي في إعادة تطوير وإعادة هيكلة سوق المال لكلا البلدين، أعتقد إن كان في تعاون مشترك ومن يعني سبل هذه التعاون يعني القدر المزدوج بالنسبة لشركات كبيرة جدا وهامة جدا مثل شركة أمريكانا للمطاعم. اعتقد كان هناك اقبال كبير جدا من قبل المستثمرين، كان في تعاملات بعد تحديد سعر عند 2.64 تحديدا او 2.67. نعم بالتحديد. اعتقد استاذ حسام من فضلك بس مستوى الصوت منخفض. يعني اعتقد ان احنا شفنا في اقبال كبير جدا على هذا الاكتتاب او هذا الطرح بعد اجراء القيد المزدوج ما بين سوق السعوديه بورصه السعوديه وما بين سوق ابو ظبي المالي، وكان هناك اقبال كبير جدا وشفنا فيه اداء ايجابي ايضا لسهم امريكانا، واعتقد ان دي من ضمن مراحل اعاده تطوير واعاده هيكله سوق السعوديه السوق السعودي المالي وسوق ابو ظبي المالي. نعم. وان شاء الله نشوف مزيدا من القيد المزدوج للشركات الكبرى المقيده سواء بسوق ابو ظبي المالي او بسوق السعوديه المالي، وان شاء الله نشوف فيه رواج مزيدا من الرواج ومزيدا من الاستثمارات التي تضخ عن طريق القيد المزدوج ما بين البورصتين. نعم. نشكر الاستاذ حسام عيد مدير الاستثمار بشركه انترناشونال على مشاركته معنا.